السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا الريزومي دو روت مع البروتوكول او اس بي اف، ولكن بالضبط الريزومي دو روت اكسترن. اشنا هما لي روت اكسترن اولا باش نعرفوا اشنا هو الريزومي ديالهم. دونك لي روت اكسترن بالنسبة للاو اس بي اف كيعتبر اي روت دخلت عنده الدومين دو روتاج ديالو لشي روتور خدام بالاو اس بي اف وهي في الاصل جاية من عند شي روتور يعني با او اس بي اف. غنشرح مثلا من خلال هذا المثال، بالنسبة لي هاد لو روتور هذا مكونفيغري بالاو اي جي ار بي وهذا مكونفيغري بالاو اس بي اف. هاد لي روت هادو هاد الربعه هادو غادي انجيكتوهم في هاد الدومين، غادي نزيدهم في هاد الدومين. بالنسبه للروتور ار 1 و ار 2 غادي يعتبروا هاد لي روت غادي يعتبروهم دي روت اكسترن، يعني جانب عليه ماشي ديالو، دونك كيعتبرهم دي روت اكسترن. جو ريبيت سي بلي، اي روت كتدخل الدومين دو روتاج او اس بي اف عن جايه من شي روتور اخر اللي ما مكونفيغريش بالاو اس بي اف عن طريق سوا لا ريديستريبيسيون ديال لي روت ستاتيك، سوا لا ريديستريبيسيون من الريب او من الاي جي ار بي، او لا حتى الا كانت لا بروباغاسيون ديال لا روت بار ديفو، هادو كيعتبرهم دي روت اكسترن. في هذه الحاله هذه الاو اس بي كيكون عنده تعامل خاص معاهم وكيعطيهم ميتريك ويقدر يدير لهم يدخلهم للدومين دو روتاج ديالو بالنوع الاول تيب 1 ولا تيب 2. هذه مواضيع فايت لينا شفناها في فيديوهات اخرين. لوبجيكتيف ديال لا فيديو محدد. هاد لو روتور هذا كما كتشوفوا هاد لو روتور هذا بالنسبه لي انا خدام بالاو جي ار بي، كذلك هاد لو روتور حتى هو خدام بالاو جي ار بي. هاد لو روتور خدام اكسكلوزيفمون بالاو اس بي اف وهذا مكونفيغري فيه حتى لو اس بي اف. دونك الا بغيت نرسم مزيان نقدر نقول ما يلي، نقدر نرسم دابا بحال هكا غادي يبان احسن. او اس بي اف اوكي. دونك هنا هاد لو روتور خدام بلو جي ار بي، هذا خدام كذلك بلو جي ار بي وخدام او ميم طون بلو اس بي اف، وهذا خدام غير بالاو اس بي اف. اللي غادي ندير هو انني غنجي عند هاد لو روتور وغنقول ليه عافاك غندخل عند لو اس بي اف ونقول ليه غوديستريبيو عندك لي روت ديال لو اي جي ار بي. وهادشي فايت لينا شفناه في واحد لا فيديو كنت خدمتها في باكيت تريسر، كيفاش نديرو لا غوديستريبيسيون ديال لي روت ما بين ريب ولو اي جي ار بي ولو اس بي اف. من بعد هاد لي غوت هادو غادي يبانو عند هاد لو غوتور هذا اون ديتاي، غادي يبانو عنده 172 30 0 128 0 160 0 192 0 224 غادي يبانو اون ديتاي. سيتادي غياخدو واحد البلاصه من هاد الطاب دو غوتاج ديال ار 2 ديال هاد الغوتور اللي خدام بلو اس بي اف. الهدف من هاد لا تكنيك هادي ولا من هاد لا كونفيغاسيون هو هاد لي غوت هادو الى يمكن نديرو لهم ان ريزومي، غنديرو لهم الريزومي ديالهم باش يعود يبانو هنا على شكل غوت وحده ماشي بزاف. وملي غنوصلوا عند هاد لو غوت هو تيعرف لي ديطاي ديالهم وديك الساعه غادي يقدر يغوتي ليهم. دونك نمشي بعدا عند هاد لو غوتور هذا ار 1 ونكونفيغيري عنده اولا لا غو ديستريبيسيون، ونجو عند لو غوتور ار 2 ونشوفو عنده لي غوت من بعد ما يتغو ديستريبيا وكي غادي يبانو. دونك غادي قلت غادي نمشي عند ار 1 وندخل المود كونفيغاسيون ديال لو اس بي اف راوتر او اس بي اف واحد، وغادي نقول ليه رو ديستريبيوت عفاك لما رو ديستريبي ليا لو اي جي ار بي 10 سابنت. هادي لا كوموند اللي كنديروها باش نديرو لا رو ديستريبيسيون ديال لو اي جي ار بي في لو اس بي اف. دونك شنو درت دابا، شديت لو روت اللي كاينين في لو اي جي ار بي حطيتهم في الدومين دو روتاج ديال لو اس بي اف. دونك نسجل ونمشي عند لو روتور ار 2. ار 2 هو لو روتور اللي قلت لكم خدام لو اس بي اف اكسكلوزيفمون، غنقول ليه شير اي بي روت. يفترض دابا على ان لي روت يبانو عنده كما كتشوفوا، بانو عنده ربعه ديال لي روت اكسترن بنفس لي زادريس اللي شفتوهم في لاماكيت هما، وكتب عليهم او كون كوا اكسترن. هاد دو ناقشناها في اكثر من فيديو، ماشي لوجيكتيف ديال هاد لا فيديو، حتى المره اخرى ان شاء الله ونعاود نشرحوها، ولا يمكن لكم تشوفوا لي فيديو اللي قبل من هادي. دونك كما قلت هادو جاوا باربعه ديتايي كيما كيبانو في اي غوتور من هاد لا ماكيت كامل، يعني كيما كيبانو عند هذا كيما كيبانو عند هذا جاو كيبانو عند هذا. الهدف من الريزومي او السماريزيشن ديال لي غوت اكسترن هو ان فوا ندخلهم للدومين دو غوتاج او اس بي اف يمشيو على بان ريزومي، يمشيو كانهم غوت وحده ويبانو عند لي غوتور ديال او اس بي اف كانهم وحده، حتى يجيو عند هاد الغوت اللي عنده واحد عند هاد الروتور اللي عنده واحد الدور خاص. هاد الغوتور نورمال ممكن نسموه اي اس بي ار. اي اس بي ار هو اي روتور تيكون في الحدود ما بين جوج ديال لي دومين دو فولتاج مختلفين. دونك هاد الاي اس بي ار هو اللي كيتكلف بالريزيمي دو روت. نفكركم سي فو بلي في لا فيديو اللي قبل من هادي كنا درنا الريزيمي دو روت اون تخو زون، هذا كنا كونفيكيريناه في لا بي ار. علاش؟
هذا كيتسمى اونتر زون، هذاك الريزيمي دو روت. دونك كونفيغيناه في لا بي ار لانه هو الغوتور اللي كيكون اونتر لي زون. هنا غادي نكونفيغيناه في فلاي اس بي ار لانه هو الغوتور اللي كيكون ما بين جوج ديال لي دومين دو فولتاج مختلفين. دونك دابا غادي نرجع عند ار ان وغنطلب منه انه يدير الريزيمي دو روت ديال هادو. دونك الريزيمي دو روت نورمالمون كيما قلت قبل كيكون في البلان دادريساج نهار كتصاوب لادريساج ديالك، اولا كتاخذ ورقه وستيلو دابا وتصاوب الريزيمي. هاد لي زادريس هادو الا درنا ليهم الريزيمي غادي يعطونا 178 30 0 128 على 25. هادي هي لادريس اللي غادي تريكابيتولي هادو كاملين، هي هاد لادريس الاولى 172 30 0 128 على 25. كاين اون اوتر فيديو في لاشين اللي كتشرح كيفاش نديرو ريزومي دو غوت بالورقه والستيلو. دونك غادي نجي عند الار ان وغادي نطلب منه يدير ليا الريزومي دو غوت راوتر او اس بي اف واحد، وكنقول ليه سماري ادريس، وكنطلب منه كنعطيه لادريس اللي غنديرو ليها الريزومي دو غوت 30 0 128. كنعطيها الماسك، الماسك كيما قلت على 25 دونك 255 3 فوا اي 128. كنخرج من هنا. دونك هادي هي لا كوموند اللي كتسمح لي ندير لوغيزيمي دو غوت، هي هادي بالضبط سماري ادريس. وهادي كتفكرنا شويه كيفاش كندير لوغيزيمي دو غوت في البروتوكول او جي ار بي. ها هي الادريس اللي هي ريزيمي، وها هي الماسك ديالها. الماسك كنديرو العادي، ماسك نورمال ماشي جينيريك. دونك يفترض دابا نرجع عند ار 2 كان كيشوف قبيله الاربعه دو مانيير دي طايين، المفروض انه دابا يتجمعوا عنده ما يبقاوش يبانوا اربعه، تبقى تبان غير وحده. ها هي هي هادي. دونك هاد الاربعه بانوا مجموعين، وها هي لادريس اللي حنا كونفيكريناها. و سيفو بلي راه كون عطينا شي ماسك اللي ماشي هو هذاك ولا شي ريزيم اللي ماشي هو هذاك، راه ما كانش غادي يقبلو، راه قبلو دوزو فقط لانه صحيح، لانه دار في الورقه ولا فكرت فيه مزيان كوم يلفو. دونك نذكر فقط بشنو هو الهدف ديال الريزيمي دي ووت، هو نصغر لاطاي ديال لاطاب دو غوطاج باش نزيد في لي بيرفورمانس، لان كيما قلت قبل في اكثر من فيديو ما حد كتصغر لاطاي ديال لاطاب دو غوطاج ما حد لي بيرفورمانس كيطلعوا. كنرجع سيفو بلي لهنايا ونعاود نفكركم نديرو غير تلخيص ديال هادشي اللي درنا. سيفو بلي الهدف ديال هاد لا فيديو كان هو الريزيمي دو غوت ديال لي غوت اكسترن. لي غوت اكسترن هما اللي جايين من اي دومين دو غوطاج خارج على لو اس بي اف، نورمالمون كيدخلهم عندك واحد لو غوتور اللي عنده واحد الدور خاص كيتسمى لا اس بي ار. تما فين كدير لا كونفيغاسيون اولا سماري، وكديرو في المود كونفيغاسيون ديال البروتوكول او اس بي اف، يكفي تكتب سماري ادريس والريزومي مع الماسك ديالو، وبالتالي كيوصلوا لي غوت كيدخلوا لكاع لي روتور اللي كاينين في الاو اس بي اف، وكان زون وحده ولا بليزيور زون كيطلعوا كيوصلوا اون ريزومي. دونك كان هذا لوبجيكتيف ديال لا فيديو. شكرا والسلام عليكم.